بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله هنستكمل بقية حديثنا عن التيبل بالنسبة لل HTML. وطبعا هنا هنبتدي بقى نشوف ازاي بنبتدي نستخدم التيبل علشان خاطر بنحطه في ان احنا بنبتدي نعمل ويب سايت بقى، يعني هعمل ويب بيج باستخدام الايه التيبل. يا ريت يا جماعة بالنسبة للأسئلة نستنى شوية على الأسئلة ونخليها في الآخر خالص، ولما تسألوني يا ريت كل الأسئلة فيما يخص الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. تمام؟ لا، هي المفتوح صفحة واحدة بس. طيب نبدأ مع بعض ان شاء الله بإذن الله. طبعا انا في الاول هعرض لكم احنا ايه اللي احنا عايزين بقى نبتدي نطلعه النهاردة ك output، كمخرج ايه اللي احنا عايزين نبتدي نخرجه. هنوريكم على الشير شكل الصفحة اللي احنا عايزين نعرضها في النهاية. ده المفروض شكل الصفحة اللي احنا عايزين نعرضها في نهاية الايه الشغل بتاعنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله. طبعا كان في واحد بيسأل المرة اللي فاتت بالنسبة لان انا ممكن اقدر احط اكتر من تيبل في التصميم بتاعي، ده اللي احنا ان شاء الله هنبتدي نعمله النهاردة من خلال التصميم دوت. يعني من خلال التصميم اللي انتوا شايفينه ده اساسا معمول باكتر من تيبل على الصفحة الواحدة. تمام؟ فده المفروض هيبقى ان شاء الله باذن الله هو الاوتبوت اللي هنطلعه النهاردة، اولا بالشكل ده، وثانيا لو احنا كمان عايزين نعرضه على عرض الصفحة كلها. يعني انا بالنسبة لي عندي حاجتين، حاجة اولى ان انا عايز اعرض شكل التيبل بالمقاس الصغير، وكمان عايز اعرض التيبل على عرض الصفحة كلها وطولها. يبقى هبتدي اعرض الموقع بتاعي على عرض الصفحة وطولها. ده المفروض ان شاء الله بإذن الله اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. طبعا علشان خاطر ابتدي اصمم موقع زي ده وبحط اكتر من تيبل فيه، لازم يبقى فيه نقطة مهمة جدا، هي ان انا اساسا لما باجي اعمل الموقع دوت باجي بحط تيبل كبير، والتيبل الكبير ده انا ببتدي ادخل من جواه. بالنسبة لتكرار الصوت مش عارف والله، يعني طب هل لسه يعني لسه في موجود التكرار ده لغاية دلوقتي؟ كل الناس عندها التكرار ده؟ هي اكتر الناس بتقول لا، هو بعض الناس بس اللي بتقول ايوه، ممكن دي تكون مشكلة بالنسبة للأجهزة عندكم. لأن كل الناس تقول فيه ممكن يكون فعلا بعض الناس فاتحة صفحتين، ده وارد. اتأكدوا انكم كنتوا فاتحين صفحة واحدة بس عشان ما يحصلش ايكو في الكلام. طيب نرجع تاني كده ونبتدي بقى ايه، هنوريكم تاني الايه شكل الصفحة بتاعتنا اللي احنا عايزين نعرضها.
ده المفروض هيبقى عندي هو الشكل النهائي بتاع الصفحة بتاعتي. الو الو، طيب مش طيب، طيب خلاص ماشي ماشي اوكي، شكرا، السلام عليكم. ده المفروض شكل الايه اللاي اوت بتاعنا هيبقى ده. المفروض الجزء اللي فوق ده هو هيبقى عبارة عن الهيدر بتاعي، وبعدين الجزء التاني هو هيبقى عبارة عن اللينكس بتاعتي او الاتش لينكس، وبعدين الجزء التالت هيبقى عبارة عن البادي، وبعدين في النهاية خالص هيبقى موجود اللي هو الايه الفوتر بتاعي. طيب هنقول دلوقتي لو عايزين نقول الموقع ده او الصفحة اللي انا وريتها لكم دي هيبقى فيها كام رو؟ الموقع ده او الصفحة دي هيبقى فيها كام رو؟ نعرضها تاني. ماشي هنعرضها تاني، ثانية واحدة هنعرضها تاني. ده المفروض اهي شكل الصفحة بتاعتي، نبص عليها كويس ونركز عليها، دي فيها كام رو؟ مين اللي بيقول 8 وناس بتقول 6 وناس بتقول 4 وناس بتقول 7؟ دي هي اساسا احنا قلنا متقسمه لايه، اول جزء اللي هو الهيدر، تاني جزء اللي هو اللينكات بتاعتي، تالت جزء اللي هو البادي، رابع جزء اللي هو الايه الفوتر. يبقى انا ما عندي هنا في كام رو بالظبط كده يا جماعه؟ هو ما فيش غير 4 رو بس، دول الموجودين عندي في الصفحة بتاعتي. طيب هعرض لكم تاني الصفحة وتقولوا لي في كام كولم. احنا في الصفحة بتاعتنا دي في كام كولم؟ نرجع تاني كده، في عندنا كام كولوم هنا؟ اتنين. هو 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 اوب اوب اوب. يعني هو انا لغايه دلوقتي شايف ناس بتقول 4 وفي ناس بتقول 2 ناس بتقول 5، ناس بتقول 6. هو الجواب الصح يا جماعة هو 5 بس. هما خمسة بس. تمام انا هرسم لكم تاني بشكل سريع كده على الوايت بورد شكل الصفحة بتاعتنا علشان نناقش مع بعض برضو الموضوع دوت.
تمام. هنا انا المفروض عندي هي ايه الصفحة بتاعتي، تمام. وبعد كده هيبقى فيه عندي لاين بفصل بيه الجزء بتاع الايه الهيد بتاعي، تمام. ده الرو الاول. بعدين الرو التاني هيبقى فيه عبارة عن اللينكات بتاعتي، تمام. بعدين الرو التالت هو الجزء بتاع البادي. حلو الكلام. سوري، الرو التالت هو الجزء بتاع قصدي الايه الفوتر. بعد كده هيبقى في عندي بقى ايه كولم. يعني انا عندي ادي اول رو اهو اللي هو فيه الهيدر، تاني رو اللي فيه اللينك، تالت رو اللي فيه البادي، بعدين رابع رو اللي فيه الفوتر بتاعي. نيجي بعد كده بقى انا هيبقى عندي فيه كام كولم، تمام. اول كولم هيبقى عندي الجزء ده، تمام. وبعد كده هيبقى فيه اللينكس بتاعتي اللي هي هوم واباوت اس وبعدين سيرفيسز وبعدين كونتاكت اس. طيب معذرة يا جماعة، انا مخطئ، هم عددهم فعلا ستة، اللي قال ستة هو فعلا كان صح، تمام تمام يبقى انا عندي هنا عبارة عن التيبل بتاعي فيه 4 روز وفيه 6 كولمز، تمام. طيب دلوقتي لو احنا جينا رقمنا السيلز بتاعتنا، يعني دي واحد بعدين اتنين بعدين دي تلاتة بعدين دي اربعة بعدين خمسة بعدين ستة، سوري ستة، وبعد كده سبعة وبعد كده تمانية وهنا تسعة وبعدين عشرة وفي الاخر خالص 11. هنا هوت انا عندي انهي سيل هيبقى فيها كول سبان، اي سيل هيبقى فيها كول سبان. يا ريت تقولوا لي كل السيلز يا جماعه، مش تقعدوا تقولوها لي واحده واحده، لا يعني حطوا لي كل السيلز الثلاث اللي هم مع بعض، تمام. علي قال 2 و10 و11، تمام مظبوط. طيب الاثنين يا جماعه، السيل رقم 2، السيل رقم 2، السيل رقم 2 فيها الكول سبان قد ايه؟ تمام فعلا الكول سبان بتاعي هيبقى ايه 5. طيب بالنسبة لرقم 11 هيبقى الكول سبان قد ايه؟ السيل رقم 11 هيبقى 6. ممتاز جدا. طبعا اللي قال واحد ده انا معرفش بيقول واحد على اساس ايه، احنا دلوقتي احنا بنتكلم المرة التانية، تمام، او بنتكلم دلوقتي ان احنا هنبتدي بنصمم ويب سايت يعني بنستخدم التيبل، تمام. يبقى انا عندي السيل رقم 11، السيل رقم 11 الكول سبان بتاعي الايه فيها 6. طيب طب و10 الكول سبان بتاعها بكام؟ ممتاز ممتاز جدا، تمام. يبقى هي فعلا 10 الكول سبان بتاعتي ب5. طيب في نقطة بقى جميلة جدا انا ممكن استبدلها في الحالة بتاعتنا ديت، ان انا ما ابتديش اعمل تيبل واحد في الصفحة بتاعتي. هنا هوت انا ممكن ما استخدمش تيبل واحد عشان اصمم الصفحة بتاعتي. طبعا ايه المشكلة لو انا عملت التصميم بتاعي ده على تيبل واحد؟ احنا اتفقنا ان في التيبل بروبرتي اسمها ايه ويدث، تمام، وقلنا ان الويدث ده بيبقى ليه احتمالين، اما ان انا بحط الويدث بتاعي بقيمه بالبيكسل
او ان انا بحط القيمة بتاعتي بالبرسنتج. تمام؟ يبقى انا عندي فيه احتمالين بالنسبة لوضع التيبل بتاعي، اما ان انا بحطها بالبرسنتج او ان انا بحطها بالبيكسل. طيب في حالة لو انا حطيت التيبل بالبيكسل انا ما عنديش مشكلة ان انا استخدم تيبل واحد، انما لو انا جيت اقول انا عايز اعمل التيبل ده والويتس بتاعه هيبقى 100%، هتحصل عندي بقى مشكلة كبيرة جدا. ايه المشكلة اللي هتحصل عندي؟ انا طبعا هوريكم على الشير لو احنا جربنا نعمل التيبل بتاعنا دوت على ال 100%، تمام؟ عشان نشوف ايه المشكلة اللي هتحصل معايا. هندخل على الشير مع بعض. المفروض انا عندي اهي دي الصفحة بتاعتي عبارة عن الويب سايت بتاعي، وجيت انا عايز ابتدي امد الايه الويب سايت ده على امتداد الصفحة كلها بالعرض والطول. بمعنى ان انا هخلي التيبل بتاعي الويت بتاعي هيبقى 100% والهايت برضو هيبقى 100%. في الحالة ديت هنيجي ندخل على الصفحة بتاعتنا، هنفتح على النوت باد، وهاجي هنا عندي التيبل بتاعي هبتدي اغير الويتس بتاعه هيبقى 100% والهايت برضو هيبقى 100%. يبقى انا اللي عملته هنا ايه؟ ان انا هبتدي اغير في الويتس بتاع التيبل هيبقى 100%، وهغير برضو في الهايت بتاع التيبل هيبقى 100%. حاجة اقول له فايل سيف از على ديسكتوب، هقول له
my table dot html وحاجة اقول له ايه save. my table سوري ما تاني my table dot html وحاجة اقول له ايه save. هاجي اعرض الصفحة بتاعتي على الانترنت اكسبلورر، هلاحظ ايه اللي ظهر معايا الشكل دوت. تمام، انا ايه اللي عملته هنا؟ الاتي، كل اللي عملته ان انا غيرت الويت خليته 100% والهايت خليته 100%، وبعدين عملت سيف، وبعدين جيت فتحت الصفحة بتاعتي لقيت شكل الصفحة معايا طلع بالشكل دوت. تمام، طيب المشكلة هنا اللي ظهرت معايا هي طبعا سببها ايه؟ كل الناس لاحظت الكلام دوت؟ تمام، المشكلة هنا ان انا جيت عملت ايه؟ انا جيت فعلا عملت الويت بتاعي 100%. تمام، الصورة عن ال سوري الويت بتاعي عملته 100%، طيب يا جماعة لو في أي مشكلة يا ريت ديت بتبقى مع التكنيكال سبورت بتسألوها أو أي حد هو هيبتدي يعمل معاكم الموضوع دوت. بالنسبة اللي بيسأل ليه 6 أعمدة؟ 6 أعمدة زي ما انتم شايفين اهو من خلال الرسمة اللي أنا راسمها، إن في عندي 3 بعدين 4 5 6 7 8، يبقى انا كده عندي 6 أعمدة. تمام، طيب دلوقتي هنا المشكلة اللي ظهرت عندي علشان احلها، احلها ازاي في الحالة ديت؟ انا محتاج ان انا اعمل تيبل جوه تيبل، يعني هنعمل تيبل انسايد تيبل، يعني هيبقى عندنا تيبل واحد كبير وبعدين من جواه تيبلز صغيرة. تمام، طب دلوقتي الصفحة بتاعتي هنا احنا قلنا فيها كام رو؟ تمام، يبقى احنا عندنا 4 رو، يبقى احنا الصفحة بتاعتنا فيها 4 رو. في الحالة ديت هروح جاي عامل ايه؟ هنيجي نعمل التيبل بتاعنا تاني، بس اللي هو التيبل الكبير هيبقى شكله عامل كده. اول جزء هيبقى فيه الايه؟ الهيدر، بعدين تاني جزء هيبقى فيه الايه؟ اللينكس بتاعتي او الاتش لينكس، بعدين الجزء التالت هيبقى فيه عندي الفاصل هنا بتاع الايه؟ بتاع الفوتر. تمام، يبقى هيبقى عندي اول حاجة ليه قطع لما عملناه بيرسنت جس 26؟ احنا لما قطعناه عمل كده لان انت اساسا جيت رحت جاي شادد التصميم بتاعك كله فوسع التيبل منك، فبالتالي وسعت السيلز اللي فيها اللي جوه التيبل. تمام، يعني اللي حصل هنا ان لما انا خليته 100% السيلز وسعت معايا. تمام، هنا هوت انا باجي اعمل الجدول الاول. الجدول الاول هيبقى فيه كام صف؟ هيبقى فيه او فيه كام رو؟ هيبقى فيه 4 روز. تمام، طيب انا المفروض عايز في الجزء الاولاني هبقى حاطط الايه؟ اللوجو زائد التايتل بتاعي. يعني لما كنا عاملين هنا في الوايت بورد كان في الجزء رقم 1 هو اللوجو والجزء رقم 2 هو التايتل. تمام، يبقى عندنا هنا ايه؟ الجزء رقم 1 اللي هو اللوجو والجزء رقم 2 هو الايه؟ التايتل. هنيجي هنا هوت في الصفحة بتاعتنا هنروح جايين عاملين حاجة حلوة قوي، هنروح جايين عاملين تيبل تاني. تمام، والتيبل ده هنقسمه لجزئين، يعني التيبل ده هيبقى فيه ايه؟ جزئين، هيبقى فيه رقم 1. تمام، وبعدين هيبقى فيه رقم
2. ايه الاخبار؟ يبقى هنا عملنا ايه؟ اول حاجة عملنا التيبل الاولاني. التيبل الاولاني قلنا كان فيه 4 رو، وبعدين التيبل التاني اللي انا عايز احط فيه اللوجو وعايز احط فيه التايتل بتاعي، رحت جاي اعمل لهم تيبل تاني. طيب هننزل بعد كده في الجزء اللي تحت هنكرر نفس الموضوع، تمام؟ هنا هو هنروح جايين عاملين ايه؟ هنعمل تيبل تاني. يبقى هنعمل ايه؟ تيبل، هنعمل تيبل تاني، والتيبل ده هيبقى فيه مجموعة من الايه، برضو من السيلز اللي هي هبتدي احط فيها الايه، اللينكس بتاعتي، تمام؟ 1 2 3 4 5 6، تمام؟ يبقى هيبقى عندي هنا 3 و4 و5 و6 و7 و8، او زي ما قلنا هنحط هنا هوم وبعدين هنا هنحط about us وبعدين هنا هنحط services وبعد كده هنحط طبعا. للي بيسأل هل ان انا اعمل تيبل جوه تيبل ضروري؟ اه ضروري، في حالة لو احنا بنعمل تصميم التيبل بتاعنا الويت 100%. الكلام ده ما بيتعملش في حالة الويت العادي. لو الويت بتاع التيبل انت عايز تعمله ستريتش تيبل يعني 100%، يبقى في الحالة ديت لازم هتعمل تيبل جوه تيبل، تمام؟ يا ريت يا جماعة بالنسبة للاسئلة نخلي الاسئلة يا اما لما انا باجي اقول لكم اي سؤال، او نخليها في الاخر خالص. احنا في اخر ربع ساعه بيبقى في مساحه للاسئله كبيره جدا، تمام؟ يبقى احنا لازم نعمل تيبل جوه تيبل ده في حاله لو كان الويتس بتاعنا هيبقى 100%، تمام؟ بعد كده هنزل في الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت بقى انا عايز احط ايه بقى؟ هحط اللينكس بتاعتي على الشمال، وبعدين في جزء بقى هيبقى فيه اللي هو الايه، الكونتنت او محتوى الصفحه بتاعتي، يعني احط فيه بقى الجزء بتاع الصور، التكست، الحاجات دي كلها. هنا هو برضو هنقسمه لجزئين، هنروح جايين قاسمينه بجوه تيبل تاني لجزئين. جزء اولاني هيبقى فيه اللي هي اللينكس بتاعتي اللي هو موجوده هنا اهوت على الجزء الشمال اللي هي الفي لينكس او الفيرتيكال لينكس، والجزء اللي على اليمين هيبقى فيه اللي هو الكونتنت بتاع الصفحة بتاعتي، تمام؟ بعد كده في الجزء الأخير خالص هيبقى موجود عندي الفوتر، وده مش محتاجين نعمل فيه ايه؟ نعمل فيه تيبل. يبقى احنا عندنا هنا في الصفحة بتاعتنا عملنا كام تيبل في الحالة بتاعتنا دي؟ طيب في ناس بتقول 4 وفي ناس بتقول 3 وفي ناس بتقول كتير، بس انا مش عارف ايه كتير ديت، يعني كتير دي انا بسأل سؤال محدد، تمام؟ سؤال محدد. احنا هنا عملنا كام تيبل؟ احنا عملنا فعلا 4 تيبل. التيبل الاولاني اللي هو التيبل الكبير، والتيبل التاني اللي هو التيبل بتاع الهيدر اللي فيه اللوجو وفيه التايتل بتاعي، بعدين التيبل التالت اللي انا حاطط فيه اللي هي اللينكات بتاعتي اللي هي الهوم وابوت اس سيرفيس كونتاكت اس، وبعدين التيبل الرابع اللي هو هيبقى فيه الجزء بتاع اللينكس والجزء بتاع الكونتنت. وخلي بالكم في حاجه بالنسبه للجزء اللي هو بتاع الكونتنت ده اساسا كمان هنشيله وهنبتدي نحط مكانه برضو تيبل، تمام؟ يبقى لازم يكون عندي لما باجي اصمم جدول
او هصمم اكتر من جدول في الصفحة بتاعتي، ان يبقى في عندي جدول كبير وبعد كده جواه الجداول الصغيرة. تمام؟ يا ريت النقطة دي لو فيها اي مشكلة برضو ايه يبقى في لو في اي اسئلة في النقطة دي، عشان النقطة دي انا مش حابب انها تعدي من دون ما يكون الناس متأكدة منها. خوفو بيسأل الجزء بتاع الكونتنت ماله؟ طيب هو عموما خلي برضو لو في حاجة سؤال هتسأله يعني في تفاصيل زيادة يبقى خليها احسن بعد ايه في الاخر خالص. تمام؟ يعني بنسأل ايه يعني خلينا في الاسئلة اللي هي سريعة شوية. طيب لما بستخدم اللي بيسأل مستر مجدي البيكسل، البيكسل هي عبارة عن القيمة القياسية اللي بنستخدمها في الويب، القيمة القياسية المستخدمة في الويب. تمام؟ ازاي اربع جداول؟ مريم بتسأل ازاي اربع جداول. طبعا برضو بصوا يا جماعة تاني هنقول الاربع جداول ايه هما وانا بشاور عليهم. ادي اول واحد اللي هو التيبل الكبير، والتيبل الكبير دوت كان فيه فور روز. تمام؟ اللي هي الرو الاولاني الهيدر، الرو التاني اللي هو اللينكس، وبعدين في الاخر خالص. طيب تمام جدا ممتاز. وبعد كده في التيبل التاني اللي هو هيبقى فيه الهيدر اللي هو فيه اللوجو والتايتل، وبعدين التيبل اللي فيه اللينكس، وبعد كده التيبل اللي هيبقى فيه البادي اللي فيه الفيرتيكال لينك والكونتنت. تمام؟ طيب نبتدي بقى نعمل الموضوع دوت او نطبق الكلام ده على الصفحة بتاعتنا. يعني هنبتدي نعمل الموضوع ده بقى من الاول خالص، ازاي بنبتدي نطبق الكلام ده. هندخل على الشيرنج مع بعض. اول حاجة طبعا هندخل على النوت باد وهنبتدي نكتب الصفحة او الكود بتاعنا HTML، بعدين هنقفل HTML. بعد كده بدخل بكتب ايه اللي هو الهيد، بعدين بقفل هيد، بعدين بفتح تايتل، وبعدين هقفل التايتل بتاعي. بكتب هنا my stretch table. بعدين بدخل جوه body، بفتح body، وبعدين بقفل body. بعدين هروح جاي بقى فاتح table وهقفل table. هنا اهو جوه التيبل ده هقول له البوردر بتاعي هيساوي واحد. تمام؟ بعدين هقول له الويت هيساوي 100%، وبعدين الهايت هيساوي 100% برضو. وبعد كده هقول له سيل سبيسنج ساوي 0، والسيل بادنج هيساوي برضو 0. تمام؟ يبقى انا عندي تيبل بوردر بتاعه بواحد، قلنا ان الويت بتاعه 100% والهايت 100%، والسيل سبيسنج هيبقى بزيرو، والسيل بادنج هيبقى بزيرو. بعد كده هروح جاي قايل ان انا عندي طبعا اللي هو البيج تيبل او التيبل الكبير اللي انا كونته هيبقى عندي فيه 4 رو، يعني هبتدي افتح واقفل 4 تي ار واقفل 4 تي ار. بحاجة اقول له تي ار، وبعدين اقفل تي ار، بعدين حاجة اقول له تي دي واقفل تي دي، وده هيبقى الايه الهيدر بتاعي. بعدين هاخد من ده كوبي وهكرر نفس الكلام، بس بدل ما هيبقى هنا ريد هيدر هيبقى ايه
اتش لينكس، وبعدين اروح نازل تاني ويبقى الجزء التالت هو هيبقى بادي، وبعدين في الاخر خالص هيبقى عندي اللي هو الايه الفوتر. حلو الكلام. وهاجي بعد كده هقول له سيف، هسميه stretch underscore table dot html، هقول له save، وبعدين هروح جاي فاتح دوت على الانترنت اكسبلور. ده المفروض ايه هيبقى شكل الايه التيبل بتاعي في الاول. كتبت انا ايه، مجرد جيت قلت له table البوردر بتاعي هيبقى بواحد، ال width هيبقى 100%، بعدين ال height هيبقى 100%، cell spacing هيبقى بزيرو، والسيل بادينج هيبقى بزيرو. وبعدين جيت قلت له ان ال tr بتاعتي هتبقى في اول صف اللي هو الهيدر، بعدين tr التانية تاني صف هيبقى ال h length، بعدين tr تالت صف هيبقى البادي، بعدين tr في الاخر رابع صف هيبقى الايه الفوتر. تمام. ده بالنسبة لايه للجزء الاول من التيبل بتاعنا، وفي الاخر هيطلع شكله عامل كده هوت. هل في اي مشكلة بالنسبة لتكوين التيبل الاولاني؟ طيب حلو جدا، يعني احنا ما فيش مشكلة بالنسبة لنا في تكوين التيبل الاولاني. طيب دلوقتي انا المفروض كان عندي الاتي، المفروض الشكل الاصلي بتاعي ما كانش فيه ايه الايه الحاجات دي كلها، يعني انا مجرد حاطط اللي هو ايه التيبل الكبير في الاول، وهيبقى الجزء اللي فوق ده هيبقى فيه الايه الهيدر. تمام. طيب احنا ممكن دلوقتي يا جماعة ناخد بريك صغير بالنسبة ل الناس اللي عايزة تصلي. اوكي، هناخد بريك لمدة 10 دقايق. تمام، يعني ان شاء الله باذن الله هنرجع تاني على حوالي 9 الى 5. تمام. بريك هو ربع ساعة تقريبا. تمام، هيبقى 4 15 دقيقة. back in table padding يا محمد، ان cell padding، cell padding. تمام، هي مش التيبل بادنج، السيل بادنج، سيل بادنج، ودي احنا قلناها المرة اللي فاتت اللي هي بتبقى عبارة عن الفرق ما بين الكلمة وما بين السيل اللي فيها الكلمة، انما السيل سبيسنج هي المسافة بين السيلز وبعضها. طيب لا، الاتش لينكس، الاتش لينكس يا غدا انا اللي اقصد بيها هي عباره عن اللي هي الروابط اللي انا حاططها، هي دي مش حاجه في ال مش حاجه في ال HTML. يعني اتش لينكس يعني هوريزونتال لينكس، انا مش قصدي بيها حاجه في ال HTML. اتش لينكس يعني هوريزونتال لينكس، يعني اللينكات المحطوطه بالعرض بس، مش اكتر ولا اقل. مفيش فرق بين اللينكات في الصف الثاني والصف الثالث، هي كل الفكره ان انا ببقى حاطط دايما النافيجيشن هنا وهنا على اساس اللي بيحب يشوفها على هنا ماشي، اللي يحب يشتغل على هنا ماشي. تمام.
التي ار اللي هو تيبل رو، والتي دي اللي هو تيبل داتا. يا محمد ده كله اسمه لاي اوت. ايوه يا محمد تمام، التخطيط بتاع الصفحة مظبوط. لا بالنسبة للمراجعة هتبقى صعبة جدا، ان انا اعمل مراجعة سريعة المحاضرة اللي فاتت صعبة جدا، مش الوقت مش هيسمح بدوت. المحاضرات اللي قبل دي متسجلة ان شاء الله، زائد ان في ناس بتسجل الحاجات دي على كامتازيا، في بعض الشباب بيسجلوا الحاجات دي على كامتازيا. طبعا المحاضرات دي بتبقى موجودة على الموقع بتاع الدراين، بس طبعا لازم تكون عامل انت ساين ان. ايه الخلايا الفارغة في الصف التاني يا شادي؟ ما انا الفرق بين 100% و500 ان احنا 100% بنعمل ستريتش تيبل، 500 بنحط التيبل بويتس معين ويكون القدر بتاع الويتس ده 500 غدا. بالنسبة للكود هنرجع نظهره تاني، لان احنا ممكن نكتبه دلوقتي. تمام انا هرجع اكتب تاني الكود اللي احنا كنا كاتبينه في الجزء بتاع احنا كده في المحاضرة الجديدة. احنا في المحاضرة الجديدة اساسا، احنا في المحاضرة الجديدة، بس هي اساسا الموضوع كله رابط على بعضه. احنا ازاي بنبتدي احنا المحاضرة بتاعت النهاردة، ازاي بنوظف اللي قلناه في التيبل في ان احنا نبتدي نطلع لاي اوت، او بنبتدي نطلع ويب بيجز صفحات للنت. تمام اللي كنت بتسأل بالنسبة للخليتين الفاضيين دولت، دي بس مجرد مسألة شكل، عشان خاطر انا كنت عايز احازي اللينكات بتاعتي من بعد الجزء الاولاني دوت، وبعد كده بروح جاي حاطط هوم اباوت اس سيرفيس كونتاكت اس، والجزء الاخراني عشان الجزء الخاص بالامتداد بتاع الصفحة. يعني انا هبتدي اعمل لها ستريتش، انهي سيل اللي هيتعمل لها ستريتش؟ اخر سيل الفاضية دي. تمام بالنسبة للروابط الخاصة بالمحاضرات السابقة دي ممكن تسألوا فيها المسؤولين عن الموقع. طيب هنكمل تاني بقية الايه اللي احنا كتبناه. هنقول تيبل وبعدين نقفل هنا تيبل. انا هكتب الكود اللي احنا ذكرناه علشان نعمل شكل اللي هي الصفحة بتاعت التيبل الاولاني اللي هو التيبل الكبير. تي ار تي دي تي دي تي ار، وبعدين هنا ده هيبقى الهيدر بتاعي. تمام هنا هقول له بعد كده تيبل بوردر هيساوي واحد، سيل سبيسينج هيساوي زيرو. تمام وبعدين سيل بادنج. يا جماعة اي اسئلة اللي يسأل هيسأل فيما يتعلق بالموضوع اللي انا بتكلم فيه دلوقتي، واي اسئلة تانية هتكون في اخر المحاضرة. تمام ويت تساوي 100%، بعدين هايت هتساوي برضو 100%. تمام هنا خلاص انا حطيت الايه الهيدر بتاعي.
بعدين هاخد ده تاني اعمل له كوبي، وده هيبقى اللي هي ال H links بتاعتي او ال horizontal links او اللي هو الروابط اللي انا هحطها بالعرض. بعدين الجزء التالت هيبقى عبارة عن اللي هو البادي، هنكتب التايتل مش مشكلة يعني، مش ده القضية، المهم ان انا بتكلم في النقطة الاساسية اللي هي خاصة بينا في التيبل. بعد كده احط التايتل، طبعا انت ليك حق برضه، هو طبعا لازم انا بستوفي الكتابة السنتكس بتاعي بالكامل، بس برضه ايه كنا هنرجع لها تاني مش مشكلة متقلقش. تمام. طبعا اللي بيسأل على السيل سبيسينج، السيل سبيسينج المسافة ما بين كل سيل والتانية، فانا لما بحطها بزيرو معناه ان انا هعمل ايه، هشبك كل السيلز في بعضها. تمام، كل السيلز هشبكها في بعضها. ده كده شكل الايه الكود بتاعي يا جماعة اللي احنا عملناه. ايه اللي تقدر تصلحه يا مهندس عمرو؟ تقصد ايه اقدر اصلحه؟ كل الاكواد ممكن نستخدم في نستخدم كل الاكواد في صفحة واحدة؟ اه طبعا ممكن نستخدم كل الاكواد في صفحة واحدة. ده مظبوط صح، ممكن نستخدم الكابشن ده للتيبل، بس تايتل ده للويب سايت ككل. تمام، الكابشن للتيبل، لكن التايتل، وبعدين خلينا بس من امنا من الكابشن دي شوية. تمام، ده كده شكل يا جماعة اللي هو الكود اللي انا كتبته في الصفحة اللي احنا عرضناها على الشيرنج، علشان خاطر اللي ممكن يكون فاتوا الايه الشغل بتاعنا ايه اللي عملناه فيه. اول رو حطينا الهيدر، تاني رو حطينا الاتش لينكس، تالت رو حطينا البادي، ورابع رو حطينا الفوتر. تمام تمام طيب استاذنكم انا بس يعني فاصل صغير كده، وهنرجع ان شاء الله باذن الله عشان نكمل مع الشباب بعد ما يخلصوا الصلاه. اوكي، نبتدي بس نتابع النقطه بتاعتنا. طيب طيب نرجع نبتدي تاني. طيب دلوقتي يا جماعه احنا كوننا الصفحه بتاعتنا اللي هي عباره عن تيبل، والتيبل ده فيه اربعه رو، رو خاصه بالهيدر، ورو خاصه بالاتش لينكس، ورو خاصه بالبادي، وبعدين في الاخر خالص رو خاص بالايه بالفوتر. طيب الجزء بتاع الهيدر احنا ذكرنا ان احنا عايزين نبتدي نحط فيه ايه، عايزين نحط فيه اللي هو عايزين نحط فيه اللي هو اللوجو، ونحط فيه التايتل بتاع الصفحه بتاعتنا. هرجع تاني افتح بس على الشيرنج عشان نوريكم ايه اللي احنا عايزين نبتدي نضيفه في الجزء بتاع الايه الهيدر. تمام، دلوقتي انا عندي اهو في الصفحة بتاعتي ده الجزء اللي فوق هو عبارة عن الهيدر، هيبقى فيه عندي اللوجو ده اول حاجة، وبعدين تاني حاجة هيبقى عندي هنا اللي هو الايه التايتل بتاعي، وطبعا الجزئين دول بيبقوا عبارة عن ايه images، يعني دي صورة ودي ايه صورة. احنا في الاول هنحط مكانها بس كلمة لوجو وكلمة تايتل لغاية لما نعمل التصميم بتاعنا، وفي الاخر خالص هنحط مكانهم الايه الايمجز. تمام، يبقى احنا كل اللي عايزين نحطه هنا ايه، اول حاجة عايزين نحط اللوجو، تاني حاجة عايزين نحط الايه اللي هي التايتل بتاعنا، بعدين في الاخر خالص هيبقى في عندي امتداد للصفحة بتاعتي. تمام، هيبقى في امتداد للجزء بتاعي بنفس اللون بتاع الايه الخلفية بتاعت اللي هي اللوجو والتايتل. طيب هنا عندي هبتدي اسأل سؤال، التيبل ده او الجزء اللي انا هكونه في الهيدر بتاعي هيبقى فيه كام رو؟ تمام، هيبقى فيه كام رو موجود في الجزء ده، الجزء بتاع الهيدر؟
تمام، ممتاز جدا. يبقى انا هنا هيبقى في عندي رو واحد بس. لا شادي، انت بتقول اتنين رو ليه؟ ما ينفعش يبقى اتنين رو، هو مش ما ينفعش غير ان يكون في رو واحد في الجزء بتاع الهيدر. تمام، يبقى هيبقى في عندي رو واحد بس. طيب هيبقى في كام كولوم؟ هيبقى في 2 كولومز. تمام، ممتاز جدا. يبقى هيبقى عندنا هنا هيبقى في رو واحد ويبقى في 2 كولومز، وممكن يبقى 3، يعني مش شرط يبقى 2 بس ممكن ينفع 2 ينفع 3. تمام، ينفع 2 ينفع 3. تمام، طيب هنعمل التيبل ده ازاي بتاع الهيدر؟ هنيجي نهوت، هنعتبر اكني انا بعمل تيبل من الاول خالص بس خاص بالجزء بتاع الايه، اللوجو و التايتل. هروح جاي فاتح هنا تيبل. بالنسبه لمحمد بيسال ليه 3، لان انا ممكن احط السله الثالثه هي اللي بتحصل لها ايه، بيحصل لها امتداد على عرض الصفحه كلها، او ممكن الكولم الثاني اللي فيه التايتل ويحصل برضو امتداد على عرض الصفحه كلها. ينفع كده وينفع كده، خلي بالكم الموضوع ما هواش مقفول قوي، الموضوع مرن جدا، ممكن ينفع يبقوا 2 وممكن ينفع يبقوا 3. تمام، هاجي هنا اقول له تيبل وهقفل هنا ايه تيبل امتداد، امتداد نقصد يعني ستريتش. تمام، ستريتش للصفحه بتاعتي. تمام، هنا هقول له تيبل. تمام، وبعدين هقول له من تيبل هقول له بوردر هيساوي 1. ده طبعا هيبقى في نفس الصفحه. تمام، هيبقى في نفس الصفحة، بس انت خليك بس معايا الاول. احنا اكننا بنعمل تيبل، بفترض ان التيبل اللي بعمله ده هو بس هيبقى فيه اللوجو والتايتل بتاعي. تمام، بفترض ايه، ان هيكون فيه التيبل ده البورد اللي هو اللوجو والتايتل بتاعي. تمام، هاجي برضو بقول له تيبل البوردر بتاعي يساوي 1، والسيل سبيسنج بيساوي 0، والسيل بادنج بيساوي 0، والويت بيساوي 100%. تمام، يبقى حاجة اقول له بوردر يساوي 1، وبعدين cell spacing هيساوي 0، بعدين sorry cell padding هيساوي 0، وبعد كده في الاخر هقول له الويت برضو هيساوي 100%، والهايت برضو هيساوي 100%. لا سوري، مش 100% بقى، هنا الهايت هيتحط على قد الهايت بتاع الهيدر بتاعي. تمام، الهايت بتاع الهيدر بتاعي مثلا هنقول 120. تمام، يبقى انا هحطها 120 ايه بالبكسل. تمام، هاجي بعد كده هنزل بالصفحة بتاعتي. انا قلت هيبقى فيه كام رو؟ تمام، هيبقى فيه رو واحد يا علي، رو واحد بس. تمام، يبقى هقول له تي ار هتتفتح وهتتقفل تي ار. لا مفيش مشكلة يعني، عادي. تمام، وبعد كده هيبقى في عندي كام كولوم؟ 2 بالظبط كده. يبقى انا هيبقى في عندي 2 تي دي هيتفتحوا ويتقفلوا. يبقى هنا تي دي، وبعدين هقفل تي دي، وبعدين تي دي، وبعدين هقفل تي دي. تمام، طيب جوه تي دي ديت انا حاجة احط الايه، اللوجو، وبعدين جوه تي دي التانية انا هحط ايه، التايتل. هنا هوت هيبقى عندي 120، عملنا 120 بالبكسل عشان دي مقاس الصوره اللي عندي في التصميم اللي انا عامله، لكن طبعا المقاس انت ممكن تحط المقاس اللي يعجبك، بس ده على حسب انت حاطط الصور بتاعتك مقاساتها ايه. انا في الصوره بتاعتي عشان اللوجو بتاعي الهايت بتاعه 120 والتايتل الهايت بتاعه 120، عشان كده حطيتها 120. تمام، طيب هنا قلت حاجه احط الايه، اللوجو بتاعي، وبعدين هنا هروح جاي حاطط الايه، التايتل بتاعي. عند التي دي بتاعت التايتل حاجه اقول له ايه بقى، هقول له الويت هيساوي 100%. تمام، بينما عند اللوجو حاجه اقول له ويت هيساوي 120. تمام، يبقى انا هنا رحت جاي حاطط اول حاجة الويت بتاعي حطيته 120،
وهنا الويدث بتاعي حطيته 100%. ده كل ده خاص بمين يا جماعه؟ خاص بالجزء بتاع الهيدر، يعني ده التيبل اللي هيتحط فين؟ في الجزء بتاع الهيدر. طبعا انا ليه كتبته هنا في جزء لوحده؟ لما احنا هنيجي نعمل موضوع التيبل انسايد تيبل، يفضل ان انا افتح صفحتين نوت باد، صفحه بكتب فيها التيبل الكبير وصفحه بكتب فيها كل تيبل صغير لوحده. بعد ما بخلص اروح جاي عامل ايه بقى؟ هاخد كوبي من التيبل ده، تمام، هاجي كده واروح واخد كوبي من الكود اللي انا كتبته الخاص بالتيبل، وبعدين هدخل جوه الايه الجزء بتاع هيدر ده اللي انا عايز احط مكانه مين؟ التيبل بتاع الايه الهيدر. هاجي هنا ادخل واقول له بيست، تمام. هل في اي نقطة بالنسبة لدي؟ عشان النقطة دي مهمة قوي، ان بعدها هكمل عليها بقية الشغل بتاعي. طيب احنا عملنا ايه تاني؟ احنا عملنا ايه؟ الجزء بتاعي ده كان فيه ايه؟ كنت انا كاتب هيدر، تمام. الجزء دوت انا كنت كاتب فيه الايه الهيدر بتاعي، مش انا كنت مقسم 4 روز، رو كنت حاطط فيه الهيدر، تمام. انا عايز ابتدي مكان الهيدر ده هعمل تيبل واحط فيه اللوجو واحط فيه التايتل بتاعي. جيت رحت عامل ايه؟ كتبت التيبل بتاعي بتاع اللوجو والتايتل في صفحة تانية مختلفة، تمام. وبعدين رحت جاي واخد كوبي من الكود اللي انا كتبته بتاع التيبل بتاع الهيدر، رحت جاي اعمل له رايت كليك وقلت له كوبي، وبعدين رحت جاي هنا داخل على الهيدر ورحت قايل له بيست، تمام. هنيجي نعمل دي برضه على الشير عشان نبقى في الاخر احنا عارفين ايه اللي احنا هنعمله، تمام، او نشوف بالظبط ايه الناتج الخارجي اللي هيبان للايه للموضوع دوت، تمام. طيب هنا هاجي ادخل على النوت باد، تمام. انا عندي ايه الجزء هو بتاع هيدر ده اللي انا عايز احط مكانه اللوجو، وعايز احط مكانه التايتل بتاعي، واللوجو والتايتل انا هحطهم جوه تيبل. فانا هاجي هنا وهاجي افتح صفحة جديدة، تمام. يبقى انا عندي فيه صفحتين، صفحة فيها التيبل الكبير بتاعي، وصفحة هبتدي اكتب فيها التيبل اللي انا هحطه فيه اللي هو اللوجو وحط فيه التايتل. حاجة اقول له تيبل، هفتح تيبل واقفل تيبل، وبعدين هروح جاي فاتح تي ار وهقفل تي ار، بعدين هفتح تي دي واقفل تي دي، وبعدين افتح تي دي تانية واقفل تي دي، تمام. وهنا هحط اللوجو بتاعي، وهنا هحط التايتل بتاعي، تمام. وبعدين حاجة هنا عند التيبل بتاعي هقول له ان البوردر هيساوي 1 والويت هيساوي 100% والهايت هيساوي 120، وبعدين سيل سبيسنج هتساوي 0، وبعدين سيل بادنج هتساوي 0، تمام. وهنا حاجة عند التي دي هيبقى عندي اللوجو بس بتاعي، هنقول ان الويت هيساوي 120، وبعدين هنا هقول له تي دي الويت هيساوي 100%. تمام، ده المفروض اللي هو الايه التيبل بتاع الايه الهيدر. هاجي هنا اهوت اخد كوبي من الكلام دوت، يبقى هاجي هنا وهبتدي اخد كوبي من الكلام اللي انا كتبت فيه التيبل بتاع مين بتاع الهيدر، وهاجي هنا انزل
جوه الصفحة بتاعتي، همسح هيدر واحط مكانها التيبل اللي انا عملته. التيبل ده بتاع مين؟ بتاع الهيدر. ممكن طبعا هنا اروح جاي كاتب كومنت، هنقول هنا ايه مثلا؟ هيدر تيبل، هيدر تيبل، تمام. بعد كده اروح جاي قايل له ايه؟ سيف. وبعدين اروح جاي عارض الايه؟ الصفحة بتاعتي. هنا هيبقى في عندي الايه؟ اللوجو. وهنا هيبقى في عندي الايه؟ التايتل، تمام. هنرجع تاني نظبط الكود بتاعنا. ممكن هنا ما نحتاجش ان احنا نحط الـ width 100%، ممكن اسيبها تي دي كده وخلاص. هو في الاخر هيعمل على بقية الصفحة بتاعتي، تمام. يبقى هنا عندي اللوجو وهنا عندي الايه؟ التايتل. تمام. ايه الاخبار؟ طيب لو ارتفاع اللوجو مش مساوي للتايتل، لا ينفعش، لان انا لازم اعمل الاثنين يبقوا قد بعض، تمام. بالنسبه لزيزو، طيب دلوقتي ايه المشكله بالنسبه لك؟ يعني هل المشكله كل الموضوع، ولا ان انت تشيل التيبل وتحط مكانه التيبل التاني؟ يعني المشكله ان انا احط التيبل الصغير بعدين احط التيبل الكبير. طيب تاني تاني، بس احنا هنقول على الوايت بورد ديت، تمام. كل اللي عملته ايه يا زيزو؟ وبرضو بقية الناس اللي لسه ممكن تكون ايه ما وصلت لهاش المعلومة، احنا كان اساسا الجزء القديم بتاعنا كنا كاتبينه ازاي؟ عندنا فيه 4 رو، تمام. الرو الاولاني فيه الهيدر، والرو التاني هو الاتش لينكس، تمام. والرو التالت اللي هو البادي، والرو الرابع اللي هو الفوتر. انا عايز هنا هوت مكان الهيدر هبتدي احط جزء هيبقى فيه اللي هو اللوجو والتايتل بتاعي، تمام. كل اللي هعمله الاتي، ان انا هبتدي اخد الكود اللي انا كتبته على النوت باد التاني، هشيله اعمل له كوبي واحطه مكان كلمة هيدر، بس ده اللي انا كل اللي هعمله. لو في لسه في مشكلة، احنا لسه هنكرر دي تاني في الرود تاني، تمام. هنكرر ديت في الايه؟ في الرود تاني. يعني هنيجي نعمل ايه؟ ناخد ده كده كوبي، تمام. وبعد كده هاجي واحطها مكان الايه؟ الهيدر. بس طبعا ايه، بحاول افصل كده واحطها في حتة فاضية عشان ايه ما يتلخبطش الكود على بعضه. وزي ما قلنا ممكن نبتدي نحط هنا كومنت، يعني ممكن هنا ابتدي احط تعليق. زي ما قلنا في عندنا حاجة اسمها كومنت تاج، اللي هي بتبقى عبارة عن ايه؟ اللي هي شيفت 1 وبعدين 4 شرط. واجي هنا اكتب ايه؟ مثلا اللي هو هيدر تيبل، تمام. على اساس ان انا ايه؟ لا طبعا الكومنت تاج ما بيبانش يعني، تمام. وهو انتي تاج، تمام. يبقى احنا هنا كتبت بس الكومنت تاج عشان اعرف ان هنا ايه؟ في تيبل خاص بالهيدر. طيب عايز اعمل ده برضو على الايه؟ الاتش لينكس. هنعمل ده على الايه؟ على الروت تاني اللي هو خاص بالايه؟ بالاتش لينكس. هنوريكم برضو اللي هو الايه؟ التصميم بتاعنا تاني على ايه؟ الوايت بورد. ده المفروض كان عندي اللي هو الايه؟ ال H links بتاعي. كنا قلنا فيه كام سيل التيبل ده؟
حالتنا دي في كام سيل؟ مين اللي بيقول 11؟ ده 11 دي صعبة قوي. اه 6 بالظبط كده، اللي موجود عندي يا جماعة هو 6 بس. يبقى انا عندي التيبل التاني اللي فيه الاتش لينكس هو 6 كولمز. كام رو؟ جميل جدا جميل جدا. يبقى انا عندي هنا بيبقى فيه رو واحد، يبقى رو واحد و 6 كولمز. تمام. معرفش اللي بيقول الاربعة ده، الاربعة على اساس ايه؟ اربعة رو. انا بقول فوق يعني احنا عندنا في كام رو في التيبل اللي قصادي. انا مش بتكلم في التيبل الكبير، انا بتكلم في التيبل اللي فيه اللينكات بتاعتي اللي هي هوم واباوت اس وسيرفيسز وكونتاكت اس. تمام. يبقى في رو واحد بس وفي عندي 6 كولومز او 6 سيلز. تمام. طيب دلوقتي علشان هبتدي اكتب الكود بتاعها هروح جاي طبعا هنمسح ده بقى، وهاجي هنا اتخيل ان انا فتحت نوت باد تانية وببتدي اكتب كود للتيبل ده. هاجي اقول له ايه؟ هفتح تاج تيبل وطبعا هقفل التيبل بتاعي. وبعدين انا قلنا ان احنا هيبقى في عندنا 1 رو، يعني معناه ان هتبقى في تي ار واحده وتي ار تانيه بتتفتح. بعد كده هيبقى في عندي 6 سيلز، يعني معناه ان انا هفتح 6 تي دي وهقفل 6 تي دي. السيل الفاضية يا جماعة قبل الهوم دي مسألة تصميمية، مش شرط ان انت تحطها، يعني ممكن ما تحطش السيل الفاضية دي، دي مسألة اختيارية. تمام. هنا بقى عندي 6 تي دي، اول تي دي هتبقى عندي اللي هي الهوم، بعدين تاني تي دي اللي هي about us، وبعدين تالت تي دي اللي هي services، وبعدين رابع تي دي اللي هي contact us، وفي الاخر خالص بحط التي دي الاخرانية اللي هي هتبقى الايه اللي بيحصل لها stretching على الصفحة بتاعتي. تمام. هنا هوت اخر تي دي السمول عن الكابيتال يا جماعة، يعني اللي بيسأل السؤال دوت، احنا اتفقنا ان اي تاجز بتتكتب الحاجة سمول، اي حاجة بتتكتب بره التاج ممكن تتكتب سمول او كابيتال براحتك. تمام. بس هو اساسا ال HTML مش كيس سنسيتيف، يعني ممكن مفيش مشكلة ان انت تكتب سمول او تكتب كابيتال، بس الافضل ان احنا نكتب سمول في التاجز. تمام. اخر تاج احنا قلنا هتبقى عبارة عن ايه؟ جزء فاضي بس هيمتد على امتداد الايه؟ الصفحة بتاعتي. وطبعا التيبل هنا برضو هيبقى البوردر هيساوي واحد، سيل سبيسنج هيساوي زيرو، سيل بادنج هيساوي زيرو، الويت هيساوي 100%، والهايت هنا هيبقى في حالتنا مثلا هيبقى 30. تمام. يبقى انا هاجي بعد كده اقول له تيبل بوردر هيساوي واحد، سيل سبيسنج هتساوي زيرو، وبعدين سيل بادنج هتساوي زيرو، وبعدين في الاخر هقول له الويت هيساوي 100%، وبعدين الهايت هيساوي 30. طبعا الهايت هيساوي 30 دي برضو مش الزام، ده اختيار على حسب التصميم بتاعك. انا مثلا في التصميم بتاعي علشان خاطر هو كان فعلا الهايت ب30 بتاع اللينكس بتاعتي، انا عملت الهايت ب30. تمام. فده مش لزاما ان انا احطه بالشكل دوت. حاجة بس في اول تي دي هقول له ان الويت هيساوي 120. بعد كده بقيت التي ديز التانية بحط الويتس على قد الصورة اللي بتكون موجودة عندي. يعني لو افترضنا مثلا انا عندي اللينك بتاعت هوم دي، اللينك بتاعت هوم مثلا كانت الويتس مثلا 69، يبقى حط له الويتس 69 واقول له الهايت هيبقى 30 وهكذا لبقيه الايه؟ مقاسات الصفحات، او مقاسات قصدي سوري الصور بتاعتي اللي انا ببقى حاططها. تمام. هاجي بعد كده اعمل ايه؟ هروح جاي واخد كوبي
من الايه؟ من الكود بتاعي. حلو، واروح جاي قايل له كوبي، وهاجي المفروض انا عايز احطه فين؟ في الجزء بتاع الايه؟ الاتش لينكس. هروح جاي موسع المسافه ما بين ايه؟ الجزئين دولت، وهاجي مكان الاتش لينكس اروح جاي عامل ايه؟ بيست. وهنا هروح جاي كاتب ايه؟ ان ده المكان بتاع الايه؟ اللي هو الاتش لينكس تيبل. تمام، يبقى انا هنا ايه؟ حاطط الاتش لينكس تيبل. تمام، يا ريت يا جماعه برضو لو لسه في حد مش واصله له النقطه ديت برضو، بقية الناس برضو انا حابب اسمع صوت كل الناس على اساس ان احنا نبقى النقطة دي يعني خلاص منتهية. تمام، طيب احنا برضو هنعملها تاني على الشيرنج عشان برضو تبقى الناس شايفاها، يعني احنا شرحناها على الوايت بورد بس برضو هنعملها على الشيرنج عشان تتشاف ازاي بتتطبق على الصفحة بتاعتي. هاجي هنا واعمل ايه؟ شير. بعدين هاجي على الصفحة بتاعتي، انا المفروض في الجزء ده عايز احط بقى الايه؟ اللي هي ال H links بتاعتي. هنا هبتدي اغير الكلام دوت، مجرد بس هسيب طبعا اللي احنا كتبناه هنا، هغير بس ال height هخليه ايه؟ 30. وبعدين هاجي هنا عند ال TR وهحط 6 TD، هفتحهم وهقفلهم. وفي اول جزء بس هتبقى حتة ايه؟ فاضية. وبعدين الجزء التاني هيبقى فيه الهوم، وبعدين about us، وبعدين هنا هتبقى services، وبعدين في الاخر خالص هتبقى contact us، وطبعا في الاخر خالص ده اللي هيبقى الايه؟ ال stretch area. يبقى انا عندي table border بتاعي هيبقى بواحد، ال width 100%، ال height 30، cell spacing 0، cell padding 0. هيبقى عندي table ده من صف واحد او row واحد وفيه 6 cells. تمام، يبقى في عندي جزء في الاول فاضي، وده هخلي بس اللي هو الويت بتاعه 120. تمام، وبعد كده الهوم وابوت اس سيرفيس وكونتاكت اس، كل واحده بحط لها بقى الويت والهايت على قد المقاس بتاعها. هاجي اخد كوبي من الايه؟ من الكود دوت، هقول له كوبي، وبعدين اروح جاي حاطه هنا اهوت عند الحته بتاعت الايه؟ الاتش لينكس. تمام، همسح ده واعمل ايه؟ بيست. وهاجي اكتب هنا كومنت اللي هي ايه؟ ال H links table. تمام، واجي من فايل وهقول له سيف، واروح جاي عارض الصفحة بتاعتي. هلاحظ هنا ظهرت لي الايه؟ الجزء بتاع الايه؟ اللينكس بتاعي. في حاجه هنا هنلاحظها، ان ايه؟ بدا يحصل زي امتداد في الايه؟ في الهايت بتاع الايه؟ الصفحه بتاعتي في الجزء بتاع الهيدر. هنا اهوت هنلاحظ فيه امتداد في الهايت بتاع الايه؟ الجزء بتاع الهيدر. هنا بروح جاي بقى في الايه؟ في الصفحه بتاعتي، وببتدي اعدل النقطه ديت، ان انا باجي هنا قبل اللي هي ال H links table بيبقى في عندي قبلها TD. ال TD ديت اللي هي السل اللي موجودة فيها مين؟ ال table بتاع ال H links مثلا، او هنا في حالتنا
التي دي قبل اللينك بتاعت الايه او التيبل بتاع الهيدر تيبل. هنا حاجة اقول له تي دي هايت هتساوي 120، تمام؟ يبقى هنا تي دي هنقول له هايت هتساوي 120، بعدين هاجي من فايل واقول له سيف، وبعدين هعرض تاني الصفحة بتاعتي، فهلاحظ ان هو ظبط بالظبط على قد الايه الجزء بتاع اللوجو والجزء بتاع التايتل على اساس الايه السيل ديت. نرجع تاني نقول احنا قلنا ايه هنا، هوت هنا بس مجرد جيت قبل الهيدر تيبل، انا المفروض عندي هنا ان الهايت 120، بس انا المفروض حاطط دي جوه مين؟ حاطط دي جوه السيل بتاعت التيبل الكبير، فلازم هنا كمان احط الهايت بتاعي زي الهايت بتاع التيبل ده، يبقى لازم الهايت يبقى 120. وبعدين اروح جاي قايل له سيف، وبعدين اروح جاي عامل ريفرش على الاكسبلور. تمام يا جماعة؟ طيب انا هجيبها تاني على الشيرنج، هجيبها تاني على الشيرنج لبعض الناس عشان بس معلش مسألة السرعة ديت، لكن هجيبها برضو تاني على الشيرنج. طبعا اللينك بتاع الرو طبعا اللي هو الخاص بالاتش لينكس، اه طبعا هيبقى الهايت 30 بالظبط، مظبوط، ممتازة، تمام. طيب هرجع تاني يا جماعة بس ندخل على الشيرنج عشان نوري الناس اللي احنا عملناه في الجزء بتاع اللي هو الايه اللوجو، تمام. اللي انا جيت عملته ان هو الاتي، لما جيت احط اللوجو بتاعي واحط التايتل، لاحظت ان انا كنت قبل ما يبقى فيه الهايت ان هو ب120، قبل ما كان الهايت ب120 لاحظت عندي ان الجزء بتاع اللوجو والجزء بتاع التايتل السل اللي جواهم كبيرة. بص الهايت بتاعها قد ايه، جزء كبير، عايز اخلي السيل دي تبقى على قد الهايت بتاع الايه اللوجو والتايتل. في الحاله دي باجي اعمل ايه؟ هدخل على النوت باد، وبعدين هبص هلاقي هنا عندي في الهيدر تيبل، في الهيدر تيبل عندي الهايت ب120، يبقى في الحاله دي لازم اخلي السيل اللي فيها الهيدر تيبل تبقى بنفس الهايت ده، يبقى هقول له تي دي هايت هتساوي 120، وبعدين هاجي من فايل هقول له سيف، وبعدين هاجي اعرض تاني على الايه الانترنت اكسبلور. هنفتح تاني النوت باد عشان نشوف ايه اللي احنا كتبناه في الجزء بتاعنا، اهو ده اللي كتبناه ان الهايت بتاعي هيبقى 120 عشان خاطر الهايت بتاع الايه الهيدر تيبل معمول بايه ب120. برضو انا هسيب بس فرصة صغيرة للي عايز يشوف الكود، وبعدين هنرجع تاني نكمل الشرح بتاعنا. برضه لو في اي مشكلة لسه بالنسبة للنقطة ديت، طيب حلو جدا. طب دلوقتي احنا عايزين بقى نبتدي نعمل حاجة. احنا جينا رحنا جايين ايه، حطينا الايه الهيدر تيبل بتاعي، بعدين حطيت الاتش لينكس بتاعتي، تمام. عايز بقى مكان لوجو فعلا ابتدي احط صورة، يعني مكان اللوجو عايز ابتدي احط الصورة بتاعت اللوجو بتاعتي.
هنفترض ان الصورة بتاعتي اسمها logo.jpg، تمام؟ يبقى في الحالة دي هنبتدي نستخدم تاج ايه يا جماعة؟ بالظبط كده، هنبتدي نستخدم بقى تاج اللي هي الايمج، تمام؟ يبقى هنبتدي نستخدم التاج بتاعت الايمج. هنيجي هنا هندخل عند كلمة بتاعت لوجو، تمام؟ وهنيجي نحط مكانها ايه؟ هنقول له img مسافة source هتساوي dot slash images slash logo dot jpg، تمام؟ وبالمثل برضو هتبقى بالنسبة لنا الايه التايتل. هنروح جايين برضو نقول له ايه، هنقول له img، ما نقول له مسافة source هتساوي dot slash images slash logo as title dot jpg، او طبعا على حسب اسم الصورة اللي انا مسميها. مش شرط ان تكون الصورة اسمها لوجو، يعني ممكن كل واحد بيحط الاسامي اللي هو عايزها على حسب. يعني لسه احنا هنشوف ان شاء الله لما نشتغل على الفوتوشوب فور ويب، لما بنيجي نعمل عملية تقطيع الصفحات ديت بيبتدي نشوف هو بيبتدي هو يجنريت اسم على حسب الايه اللي هو الحاجة بتاعته، تمام؟ طيب هنشوف مع بعض برضو على الشيرنج واحنا بنبتدي نضيف الايه الصور بتاعتنا، تمام؟ هنا هروح جاي هدخل على الصفحة بتاعتي. طبعا هنا لازم انا اشوف بقى ايه الصورة بتاعتي اساسا اسمها ايه اللي فيها اللوجو بتاعي. يعني انا دخلت دلوقتي داخل الموقع بتاعي وعندي هنا في فولدر اسمه images، تمام؟ يبقى انا في عندي فولدر اسمه images، بروح جاي داخل جوه images هلاقي في عندي ايه هنا، في عندي الصورة بتاعتي اسمها future underscore template underscore a 1، والصورة دي الامتداد بتاعها ايه؟ جيف ايمج. طبعا لو انا عايز اعرف اذا كانت هي جيف او مش جيف يبقى انا باجي اعمل ايه؟ اول حاجة هقف على الصورة وبعدين هعمل رايت كليك بالماوس، بعدين هختار بروبرتيز علشان ابتدي اعرض ان انا اعرف التايب بتاع الفايل بتاعي ايه. هلاقي موجود هنا ان التايب بتاع الايه الفايل هو جيف فايل دوت جيف، تمام؟ يبقى انا لازم بعمل ايه؟ اول حاجه بدخل جوه الفولدر بتاع الموقع بتاعي، بعدين ادخل جوه الفولدر اللي اسمه images. ودايما يا جماعه لما بنيجي نسمي الفولدر اللي فيه الصور بتاعتي بنسميه images، وبتبقى الحروف كلها small يفضل. وطبعا محدش يكتب بقى image بس ويقول خلاص مش لازم الاس، لا، الافضل ان احنا نكتبها images لان معظم السيرفرات بتقراها لما بتبقى محطوطة الفولدر images كده على طول، هما ده بيبقى ديفولت السيرفرات، تمام؟ بروح جاي داخل جوه images folder، هروح جاي اقول له right click على الصورة اللي انا كنت عاملها اللي هي اللوجو بتاعي اللي هي future template underscore one، هقول له right click وهختار properties عشان اعرف امتداد الصورة دي ايه. فانا امتداد الصورة بتاعتي هي جيف، تمام؟ ولو كمان عايز ابتدي اعرف الايه الويدث والهايت ديت بتبان عندي تحت في الجزء اللي هو في اللي هو الاكسبلورر بتاعي اللي هو الويندوز اكسبلورر، تحت خالص هنلاقي فيه هنا برضو بيبقى موجود اللي هي جيف ايمجز، والدايمنشن بتاعتي بتبقى 120 في 120. يبقى ده لو انا عايز اجيب كمان ايه الدايمنشن بتاعت الصوره بتاعتي، يبقى هي فيوتشر اندرسكور تمبلت اندرسكور اي 1. هاجي هنا اهوت مكان الجزء الخاص بكلمه لوجو، وهروح جاي هنا حاطط مكانها بقى الايه اللي هي التاج بتاعت ايمج، هقول ايمج سورس هيساوي دوت سلاش ايمجز سلاش فيوتشر اندرسكور تمبلت اندرسكور 1 دوت جيف، تمام؟ يبقى ايه ايمج سورس اللي هي دوت سلاش ايمجز سلاش فيوتشر
underscore template underscore one dot jeff. حلو، يبقى ده كده بالنسبة للايه، اللي هي الامج سورس بتاعتي. هاجي بعد كده من الفايل، ومن فايل هقول له سيف، هاجي من فايل ومن فايل هقول له سيف، وبعدين هاجي اعرض على اللي هو الاسترتش تيبل بتاعي، هقول له ريفرش، هلاقي على طول عندي ايه هنا الجزء اللي هو بتاع اللوجو بتاعي ظهر تمام التمام. طيب ده بالنسبة لمين؟ للجزء الخاص باللوجو. نفس الفكرة بالظبط هتتطبق على التايتل. يعني انا دلوقتي جيت قلت ان انا هاجي احط مكان كلمة لوجو، حطيت الصورة بتاعتي، هتطبق نفس الكلام على مين؟ على التايتل. هروح جاي هنا على التي دي بتاعت التايتل، تمام، هاجي هنا اقول له برضو اي ام جي مسافة سورس هيساوي دوت سلاش ايمجز سلاش فيوتشر underscore template underscore two dot jeff. واجي برضو اقول له ايه من فايل سيف، وبعدين اروح جاي عارض الصفحة بتاعتي، تمام. يبقى كده ايه عرضت اللي هو الايه التايتل بتاعي، وفي نفس الوقت عرضت اللوجو بتاعي. طيب في عندي هنا بقى جزء ناقص، اللي هو بقية الايه الجزء الابيض اللي ما بعد اللوجو واللي ما بعد الايه التايتل، اللي هو الجزء الابيض لغاية امتداد نهاية الصفحة بتاعتي. ده انا عايزه يبان بنفس اللون بتاع الخلفية بتاعت التايتل والخلفية بتاعت اللوجو. طبعا لازم اعرف لون الخلفية بتاعتي بتاعت اللوجو او بتاعت التايتل. طبعا احنا في حالتنا ديت الخلفية دي لازم بيكون لها رقم معين، يعني رقم اللون ده اللي هو اللون الاخضر دوت هيبقى اللي هو 9 اللي هو 99 سي سي 66، تمام. طبعا انا مش لزام ان انا بحفظ الحاجات ديت، تمام، يعني انا مش لزام انا احفظ الحاجات دي، لان انا ممكن اعمل ايه، اروح جاي فاتح الصورة بتاعتي على اي ملف من ملفات، على اي قصدي برنامج من برامج اللي هي الجرافيكس زي الفوتوشوب مثلا، وابتدي من جواها اروح جاي داخل وابتدي اخد ايه، اخد سامبل منها بالاي دروبر تول، تمام، اختار منها سامبل بالايه بالاي دروبر تول، واروح جاي حاطط الايه اللون بتاعي. يبقى هنا هنبتدي نحط اللون بتاعنا في الجزء اللي هو بتاع التي دي، هقول له بي جي كولر هيساوي، طبعا هنختار هنا اللي هي الهكسا ديسمال، هتبقى 99 CC66. طبعا انا مش حافظ اللون، يعني ممكن يطلع برضو فيه غلطة بس مش مشكلة. هاجي من فايل وهقول له سيف، وبعدين اروح جاي عارض هنا اهوت، تمام، هو طلع فعلا اللون بتاعه بالظبط. ايه الاخبار؟ بالنسبة للون الكود للخلفية، لون الكود يا جماعة احنا استخدمنا فيه اللي هو الهكسا ديسمال، وطبعا اللون ده مش لازم ان انا بستخدمه على حال على كل الحالات، هو على الحالة دي بس عشان هو مطابق للون بتاع التايتل وبتاع اللوجو، تمام. اللون اللي باجي احطه بحطه بالهكسا ديسمال، يعني بحط هاش بعدين 99 CC66، تمام. دي بنسميها طريقة اللي هي استخدام الالوان بالطريقة بالكتابة الالوان بالصيغة دي بالهكسا ديسمال، تمام. هنوريك تاني الانترنت اكسبلورر، هنشوف تاني الانترنت اكسبلورر، هنعرض تاني شكل الصفحة بتاعتنا ونجيب منها رقم اللون تاني، تمام. لا لو مش عارف رقم اللون يا جماعة قلنا الاتي، بندخل على الفوتوشوب، وتمام، ولما بدخل على الفوتوشوب اكون فاتح الصورة على الفوتوشوب، باجي بالاي دروبر تول وباجي اخد سامبل من اللون دوت،
تمام، او ممكن بتبحث في جوجل وتجيب الاكواد والالوان، بس احنا عايزين نجيب لون للتصميم اللي احنا عاملينه او اللوجو اللي احنا عاملينه او اللي هو التايتل اللي احنا كنا عاملينه، تمام. وطبعا كل لون بتلاقي الايه الكود بتاعه، وده اساسا موجود كمان في الموقع بتاع W3 Schools. يعني في W3 Schools برضو لو دخلنا على www.w3schools.com هتلاقي فيه Color Index موجودة على الموقع بتاعها. W3 Schools مش W3 School، تمام، W3 Schools اخرها S. برضو يا ريت نكتبها تاني ليهم عشان خاطر بس ما حدش يدخل على الموقع ما يلاقيهوش. طيب هنجيب تاني برضو هنعمل شارينج معلش تاني ونوريكو الايه الجزء الخاص بإضافة الصورة على الصفحة بتاعتي. هخش تاني على السكرين. هنا هوت انا جيت على النوت باد عندي، بعدين دخلت من الجزء بتاع التي دي، تمام، رحت جاي قال له تي دي سبيس بي جي كولر هيساوي هاش 99 سي سي 66، تمام. وبعدين رحت قايل من فايل سيف، وبعدين رحت جاي وعرض على الصفحة بتاعتي هنا اهوت. تمام. طيب لو في اي اسئلة فيما يتعلق بالتيبل من ساعة ما ابتدينا فيه لغاية لما هوت اللي احنا حكيناه النهاردة، يا ريت برضو يبقى ايه، لان خلاص احنا كده نعتبر خلصنا الجزء المتعلق بالتيبل. احنا كده خلصنا الجزء المتعلق بالتيبل. جست 105 احنا مش لازم نحفظ الحاجات ديت، لان الاكواد دي ما هيش حفظ، الاكواد ديت هي ممارسة كتير جدا، تجرب كتير جدا بايديك وتشوف كتير جدا نماذج وامثله تقعد تجربها وتشتغل على الامثله الموجوده في w3schools.com، هتلاقي نفسك شويه بشويه بتبتدي تحفظ الحاجات دي. بالنسبه للوايت لاين الموجود ما بين اللوجو وما بين التايتل، طبعا سيكا بيسال سؤال مهم جدا، ليه؟ لان احنا عاملين البوردر ب1. اعمل البوردر بزيرو على التيبل الكبير وعلى التيبل اللي هو بتاع الهيدر هتلاقي ايه مش موجوده المسافه ديت. يعني هنخش تاني على الشيرنج معلش ونعمل النقطة ديت. هخش تاني على الشيرنج ونعمل النقطة ديت. هنا هوت هاجي عند التيبل الخاص بهيدر اهو، انا منشاور هنا على الكومنت الخاص بهيدر تيبل، هنزل تحت في تيبل بوردر يساوي 1، هغير البوردر يساوي 1، هغير البوردر يخليه بوردر يساوي 0، وبعدين هاجي من فايل وهقول له سيف، وبعدين اجي هنا اهوت على ماي ستريتش تيبل وهقول له ريفرش، هتلاقي على طول ايه مفيش المسافه اللي هتكون موجوده ما بين الايه اللوجو وما بين التايتل، تمام. هنقولها تاني، يبقى انا جيت هنا اهوت مكان بوردر يساوي 1 غيرت البوردر خليته ببوردر يساوي 0، وبعدين جيت من فايل عملت سيف، وبعدين فتحت تاني على الانترنت اكسبلورر وعملت ايه ريفرش. اوكي لا مش غيرت البوردر لاي تيبل، غيرت البوردر للهيدر تيبل. هيدر تيبل هو ده اللي بيخلي البوردر بتاعه يساوي 0، تمام. الهيدر تيبل هو اللي بيخلي بس البوردر بتاعه يساوي 0. ليه بحط البوردر ب1 في الاول وانا باجي اصمم الصفحه بتاعتي؟
لازم ابقى انا شايف انا التيبل بتاعي مكانه فين، فمش هعرف ابدا مكانه الا لما يكون في اساسا بوردر موجود. تمام. طيب دلوقتي في نقطة عايز برضو اقولها، عشان بس يبقى احنا ايه يعني غطينا تماما الجزء الخاص بالتيبل، لان كان في ناس كانت بتسأل على النقطة اللي هي خاصة بالتي اتش او التيبل هيدر و الكابشن. تمام، التيبل هيدر و الكابشن. عشان بس ايه يبقى احنا كده يعني كل حاجة في التيبل نكون ذكرناها حتى النهاية. التيبل هيدر اساسا هو بيبقى موجود فين؟ لو انا عندي تيبل بالشكل ده، تمام، والتيبل دوت انا مثلا مقسمه لتلاتة رو، وباجي هنا التيبل ده مثلا انا بحط فيه رقم واحد وبعدين بحط اسمه مثلا هنا احمد، وبعدين جيت هنا في التيبل برضو حطيت اسم تاني وبعدين قلت مثلا علي. تمام. الجزء اللي فوق ده هو عبارة عن الهيدر بتاع التيبل بتاعي. تمام، يعني انا مثلا بكتب هنا مثلا اي دي، بس اي دي هنا هتختلف انها ايه. اولا هتبقى مكتوبة بولد، تمام، يعني هتبقى مكتوبة بخط تخين، وبعدين كمان الجزء اللي هنا برضو هيبقى مكتوب اللي هو مثلا نيم، مكتوب برضو بالخط الايه التخين. علشان يبان الهيدر ده مختلف عن رقم واحد واحمد ورقم اتنين وعلي، هنا هوت لازم هبتدي استخدم تاج للجزء الاولاني دي اسمها تيبل هيدر. تمام، هبتدي استخدم جزء اسمه تيبل هيدر. هنا هوت الكود ده هيتكتب ازاي بتاع التيبل ده؟ طب التيبل ده فيه كام رو؟ اها، حلو اوي. طيب احنا كلنا وقعنا في النقطة دي بقى، التيبل ده ما فيهوش غير اتنين رو بالظبط كده. الوحيد اللي جاوب صح، او طبعا في ناس طبعا تراجعت وابتدت تفكر وبدأت تقول ان هي فعلا لا احنا اتنين رو بس. ليه؟ بالظبط كده، لان في اتنين وهيدر هو الوحيد اللي كان تقريبا جاز 90، هو اللي كان في الاول قال اتنين وهيدر. تمام، يبقى انا عندي في اتنين رو وهيدر واحد بس، يبقى تو روز اند هيدر. هنا هوت باجي افتح تيبل وبعدين بقفل تيبل وبعدين هفتح تي اتش وهقفل تي اتش، بعدين هفتح تي اتش، بعدين هقفل تي اتش. بس على فكرة احنا لازم هنا هنحط برضو تي ار. هو صح هيبقى اتنين رو، بس هو طبعا ايه هيبقى لازم هنا في ايه تي ار وبعدين تي اتش في الاخر. تمام، وبعدين هنا هيبقى في تي ار تي دي تي دي بعدين تي ار. تي اتش يا جماعة يعني تيبل هيدر، اللي بيسأل لسه احنا بنتكلم في التيبل هيدر. تمام، وبعدين تي ار، بعدين هنا هيبقى واحد، بعد كده هنا هيبقى احمد، وطبعا هنا في تي اتش هنكتب نيم، وهنا في تي اتش هنحط الاي دي. تمام، وبعدين بنكرر نفس الكلام ده تاني، هنعمل الكوبي وبنزل سطر تاني وحاجة اقول له ايه تو، وفي الاخر خالص بحط اوي. ده اللي هو ايه التيبل هيدر. وخلي بالكو في التيبل هيدر انت مش لازم تقول له ان انا عايز اعمل الستايل بتاعي بولد، هو هيعمل بولد باي ديفولت على طول.
بالظبط كده. انا معذره يا جماعه، هي اساسا 3 روز، 3 روز معلش، ديت خطا عندي يعفي عن امتي استهو الخطا. معذره عندي ديت، هي اساسا 3 روز. تمام. طيب دلوقتي ده الجزء اللي هو خاص بايه، بالتيبل هيدر. طيب ايه بقى الكابشن؟ الكابشن بيظهر دايما عندي في التيبل في جزئين، اما ان هو بيظهر فوق في الصفحة بتاعتي من فوق، يعني مثلا هقول ايه students مثلا records، يبقى انا كاتب عنوان فوق التيبل ده، العنوان ده احنا بنسميه كابشن، العنوان ده احنا بنسميه الايه كابشن، يا اما بيبقى موجود فوق التيبل يا اما بيبقى موجود تحت التيبل، يعني مش شرط الكابشن يبقى بس موجود من ايه من فوق، لا ده ممكن يبقى من فوق وممكن يبقى من تحت، من فوق التيبل او من تحت التيبل. يعني انا باجي من هنا اروح جاي نازل بتيبل وحاجة اقول له تحت تيبل على طول، هكتب كابشن وطبعا بفتحها وبقفلها، وبعدين بكتب اللي هو ايه student records، وبعد كده انا بحدد في الكابشن ان انا عايز احط الالاين بتاعه فين، عايز اخليه top ولا bottom، لو عايز اخليه top احطه فوق، لو عايزه اخليه bottom يبقى تحت. تمام. طيب نجرب دي برضو، هنعملها عندنا على الشيرنج عشان برضو ايه نبين شكل الديفولت. الديفولت ده ما بيبقى top. تمام. طيب هنعرض تاني كده على الشيرنج ازاي نبتدي نعمل شكل اللي هو الايه اللي فيه بقى table header. نفتح HTML، نقفل HTML. طبعا انا غرضي وانا بكتب دي دايما ان احنا عايزين ايه نثبت شكل السنتكس بتاعنا، علشان ايه بيبقى دايما تكرار تعرض للحاجة بيخلينا دايما نبتدي نقلفها، فنبتدي نحفظها، يعني احنا بنحفظها من كتر ما بنكتبها، مش لان احنا قاعدين بقى ماسكينها كده عمالين نحفظها كأنها ايه زي زمان كده بقى ماسكين الايه مقرر وعمالين نحفظه، مش حفظ صم. تمام. فتحت بعضي قفلت بعضي، بعدين بفتح table وبعدين بقفل table، طبعا هنزل بيها هنا هقول له border يساوي 1 cell spacing يساوي 0 cell padding يساوي 0، وبعدين هروح جاي اعمل بقى ايه copy من الكود بتاعي، خلاص حطيت انا الكابشن بتاعي وحطيت ال تي اتش وحطيت ال تي دي، هاجي بس مجرد هنا من الفايل واقول له سيف از، تي اتش اندرسكور كابشن دوت اتش تي ام ال، راح جاي فاتح على انترنت اكسبلورر هلاقي اهوت ده شكل الايه التيبل بتاعي. طبعا هنا عشان احنا عاملين ايه مش عاملين له ويدث محدد، ممكن نوسع له الويدث شويه يساوي 100%، وحاجه اقول له سيف واجي اعمل ريفرش،
هيبتدي يبين لي اهيت ادي اي دي ونيم، وباينه فعلا انها ايه بولد. ومش بيه كده بس، كمان هو بيظبط الالاين بتاعها، بيخلي الالاين بتاعها سنتر باي ديفولت. يعني تلاحظ بص الحاجات اللي احنا كاتبينها هنا رايحه الالاين بتاعها شمال، لكن هنا محطوط الالاين بتاعها ايه سنتر. طيب نغير الكابشن، نقول له بدل top نخليه bottom، وبيقول له file تاني وسيف، وبعدين نعمل ريفرش. هنلاحظ ان هو يغير مكان الكابشن، يحطه بدل التوب يبقى ايه bottom تاني. يبقى احنا كل اللي كتبناه ايه HTML، سوري قصدي من body بقى كتبنا table border يساوي 1 cell spacing 0 cell padding 0 width 100%. جيت حطيت الكابشن بتاعي، فتحت الكابشن، قفلت الكابشن، قلت له الالاين بتاعي هيبقى bottom، وهكتب هنا اللي هو student records. بعدين جيت عملت tr اللي هو first row بتاعي، وحطيت فيه th، فتحت th قفلت th، فتحت th قفلت th، على حسب انا عايز احط كام cell في الرو الاولاني. وبعد كده بحط الروز بتاعتي زي ما انا عايز، تمام. واجي من الفايل اقول له save، وبعدين بعمل ايه refresh. اوكي كده احنا نعتبر يعني ختمنا تماما الجزء الخاص بالتيبل. لو عايز تخلي الكابشن بولد، لو عايز تخلي الكابشن بولد يا محمد، يبقى تعالى حط بي قبليها، بي يعني بعد الكابشن. انت عندك هنا مثلا زي ما انت عندك الوايت بورد هنا، هتيجي بعد الكابشن تقول له اعمل بي واقفل بي، مش بي ار سوري، بي بي اللي هي stands for bold، يبقى بتفتح بي وبعدين في الاخر تقفل البي ديت، تمام. يبقى بتستخدم اللي هي البي تاج. تمام، برضو لو في اي سؤال. بالنسبة للكابشن مش بنستخدم في الاين، الكابشن بنستخدم الاين، لكن في التي دي وفي التي اتش كمان لازم استخدم الفي الاين، لان انا احط توب وباتم. لو عايز تغير اللون بتاع الكابشن، يبقى في الحالة ديت زي ما انت استخدمت اللي هو البي، هتستخدم فيه تاج تانية اسمها فونت، تمام. هتيجي هنا تقول له فونت مسافة color هتساوي مثلا red، تمام. يبقى هتستخدم اللي هي الفونت تاج. يبقى هنستخدم فونت كولر. لو عايز نغير لون البوردر، تمام، برضو ده سؤال ممتاز جدا بالنسبة للتيبل. يبقى هاجي هنا وهقول له بوردر، انا مثلا كنت حاطط البوردر بتاعي هيساوي 1، تمام. حاجة اقول له مسافة بوردر كولر، بوردر كولر هيساوي red، تمام. يبقى هقول له border color، border color هيساوي red. حلو، لا background color، لا background color ديت او بيجي color دي مش خاصه، دي خاصه بالخلفيه بتاعت الايه التيبل نفسه، الخلفية بتاعت التيبل. ممكن تكون الخلفية صورة، طبعا ممكن تكون الخلفية صورة، ممكن تكون الخلفية صورة ان انا باجي اساسا من مثلا تيبل، انا كان عندي تيبل تاج مثلا، بدل ما اقول له بيجي كولر، لا ممكن اقول له باك جراوند واحط الصورة بتاعتي، هقول له دوت سلاش ايمجز سلاش ماي بي جي مثلا دوت جي بي جي. يبقى انا ممكن اقول له تيبل مسافه باك جراوند، تمام. ده اللي بيسال لو انا عايز احط مكان اللون، عايز احط باك جراوند ايمج، تمام. طيب دلوقتي الدريم ويفر هنبتدي بعد ما نخلص ال HTML ونخلص الفوتوشوب جزء 284. يا ريت ما نسالش السؤال ده تاني، تمام. ليه ما عملناش HRF؟ طبعا ممكن نعمل HRF، ايه اللي يمنع؟ مفيش مشكلة، احنا هنعمل، احنا ممكن بعد كده انت بقى تطبق بقى الكلام دوت،
يعني انت تبتدي تطبق الكلام دوت، ان انت هتيجي مثلا مكان هنا كان في الوايت بورد بتاعتنا اللي احنا كنا عاملين فيها الصفحة بتاعتنا اللي هي هوم اباوت اس سيرفيس كونتاكت اس. هنفترض ان احنا كان عندنا هنا في صورة، تمام؟ يعني هنقول له هنا اي ام جي مسافة سورس هتساوي دوت سلاش images سلاش home مثلا دوت جي بي جي او دوت جيف، تمام؟ هتيجي بقبليها تقول له اي اتش ريف هتساوي home دوت اتش تي ام ال، وفي الاخر طبعا هتقفل الايه. يبقى احنا هنيجي، طيب لسه جست 105 مش شايف انا بكتب ايه. طيب هنخش على الشيرنج يا جماعه، معلش عشان خاطر اللي هو كان بيسأل على ان هنحط لينك على الجزء بتاع الهوم، ماشي؟ هنخش على الشيرنج تاني، هنيجي هنا ونقول له شيرنج وهاجي على الجزء اللي هو فيه اللينك بتاع هوم. ادي هيت اهي الجزء بتاعي اللي هو فيه تي دي، وهنتخيل اننا مكان التكست بتاع الهوم فيه صورة. هنقول له اي ام جي مسافة سورس هتساوي دوت سلاش ايمجز سلاش، هنجيب بقى الصورة بتاعتنا بتاعت الهوم اللي هي هتبقى future underscore template underscore 5، يعني دي الصورة بتاعتي بتاعت الايه الهوم اللي هي future underscore template underscore 5. وهاجي هنا هقول له future underscore template underscore 5.jf، وهاجي قبلها واقول له a href هتساوي home.html، وفي الاخر خالص هروح جاي قافل الاي بتاعتي. يبقى انا عملت ايه؟ اول حاجه قلت له image source dot slash images slash future template underscore 5 dot jeff، وبعدين عملت href لهوم دوت اتش تي ام ال، وفي الاخر قفلت الايه الاي. هاجي اقول له سيف، وبعدين هاجي واعرضها على الصفحه بتاعتي، هلاقي موجود عندي اهوت ده اللينك بتاع هنا بوردر حوالين ايه الصورة بتاعت هوم. علشان خاطر البوردر ده ما يبقاش ظاهر في الصورة بتاعتي، هاجي من هنا وهاجي اقول له ان البوردر بتاعي جوه ايمج يساوي زيرو، البوردر هيساوي زيرو، واجي اقول له تاني ريفرش. يبقى انا بس مجرد غيرت المكان بتاع، غيرت قصدي البوردر بتاعي، بدل ما يكون مفيش بوردر هحط لا ان البوردر بزيرو عشان خاطر ما يبانش البوردر ساعة ما بعمل الايه اللينك بتاعي، لان لما بعمل لينك بيعمل بوردر على الايمج على طول، تمام؟ هاجي بعد كده من الفايل واقول له سيف، وبعدين اروح جاي واعرض دي تاني. تمام، ايه الاخبار؟ طيب اللينك ده يا جماعه معناه ارتباط، يعني انا عايز اطلع من صفحه لصفحه تانية يبقى انا بستخدم لينك. لينك يعني ارتباط، يعني انا بعمل باتن، تمام؟ الفرق يا جماعه بين التي اتش وبين التي دي ان التي اتش تيبل هيدر وان التي دي تيبل داتا. التي اتش انا بحط عنوان للكولم بتاعي، لكن التي دي انا بحط اللي هي الداتا بتاعتي، تمام؟ المحاضره اللي جايه يا جماعه هتبقى يوم الثلاث ان شاء الله.
home.html هي الصفحة اللي أنا عايز أروح عليها، تمام؟ يا ريت يا جماعة اللي بيكرر الكلام، ايه الفرق بين CS5 و Adobe Dreamweaver CS5؟ هي اساسا هم كلهم CS5، يعني احنا بنتكلم فرق ابلكيشن مش فرق الاصدار نفسه. بالنسبة لملف النوت باد، احنا اساسا كده ولا كده كل ده بيبقى موجود على التسجيل، ممكن لما بعد كده بنعمل اتاتش للحاجات ديت، دي ان شاء الله هتبقى بالاتفاق مع الادارة بتاعة الموقع. ازاي بشيل البوردر الازرق؟ هقول لتاني يا سارة النقطة ديت، تمام؟ هنا هوت انا كنت عامل اساسا ايه، image مسافة source، تمام، وكنت قايل يساوي dot slash images slash home dot jeff، تمام، وبعدين كنت حاطط قبليها href يساوي home dot html. تمام، له هوم دوت اتش تي ام ال، بعدين في النهايه كنت قافل الايه علشان اشيل البوردر الازرق. هاجي هنا بقى اقول له ايه، لا هقول له بوردر يساوي زيرو عشان البوردر ايه يطير من عندي، تمام. بالنسبه اللي بيسال عن ان احنا خلصنا اتش تي ام ال، لا لسه ما خلصناش الاتش تي ام ال، لان لسه هيبقى المحاضره الجايه هتبقى خاصه بالفورمز، وممكن تكون الفورمز دي تحتاج مرتين، وبعد كده في النهاية هيبقى عندنا اللي هي الفريمز. المحاضرة دي هي الرابعة، بالنسبة للمنتدى لسه ما ذكر ليش الموضوع دوت. لا هوم دوت اتش تي ام ال مش عنوان الصورة، هي الصفحة اللي انا عايز اوصل لها باستخدام ان انا اكليك على الصورة ديت، تمام، هي الصفحة اللي هوصل لها. المحاضرة خلصت يا جماعة، انا دلوقتي في مرحلة الاسئلة، اللي عايز يسأل في اي حاجة مفيش اي، يعني دلوقتي يا ريت تسألوا فيها علشان خاطر يعني ايه، احنا كده خلاص التيبل دوت هيبقى عودة بلا رجعة، ان بعد كده مش هنيجي بقى نخش ونبقى لنا علاقة بيه الا لما نيجي نتكلم في الدريم ويفر ان شاء الله. ليه بنحط اللي هي dot slash before image path؟ ده طبعا الطريقة الخاصة بكتابة مسار الصورة، ان انا عشان انا عندي في فولدر اسمه image يبقى لازم اعمل ايه الاول، اجي استأذن يبقى بعمل ايه dot slash بعدين اخش على images عشان اخد منه الصورة، فهي ده بيبقى syntax هو اتعمل، تمام، ده syntax خاص ب اللي هي الطريقة اللي بنحط بيها الايه الايمجز بتاعتنا. الصفحة ممكن نبقى حاططها بالاسم ده؟ اه طبعا ممكن ابقى حاططها بالاسم ده. تقصدي على اللي هي هوم دوت اتش تي ام ال يا غدا؟ المحاضرات اللي فاتتكم يا جماعة ممكن بتخش على الموقع الخاص بدورين دوت كوم، هنلاقي بعد كده المحاضرات متسجلة. طبعا في ناس تانية برضو مشكورة عملت مجهود قدرت انها تسجل المحاضرات ديت على طريق كامتازيا تقريبا، او اي برنامج تاني من البرامج اللي هي بتعمل فيديو كابتشر، اللي هي بتصور اللي بيحصل اساسا. ففي الحالة دي هو بيبقى مسجل عنده كل حاجة اتعملت ايه. جست 90 لو يقدر يكتب لي بالعربي يكون افضل عشان برضو اقدر انا استوضح هو عايز ايه. يا جماعه اللي ما عندوش اي اسئله، انا من رايي لو يقدر يطلع عشان خاطر اقدر استفيد اكتر من الناس التانية اللي هي لسه في عندها بعض المشاكل، تمام. شكر جدا لكل الناس اللي بتشكرني يا جماعه، انا ما بعملش اي حاجه، الموضوع كله توفيق من ربنا مش اكتر ولا، وانا مجرد مش اكتر من سبب علشان خاطر اقدر اوصل لك الموضوع دوت. بالنسبه للايميل بتاعي هكتبه مره تانيه، تمام، وهكتبه برضو على الوايت بورد عشان برضو ايه
احنا ان شاء الله هناخد بي اتش بي سيكا بس في الليفل 2 ان شاء الله. بعد ما هنخلص المستوى الخاص بالديزاين هنخش بعد كده في الجزء المرحله الثانيه اللي خاصه بالديفلوب، لان احنا الدبلومه دي متقسمه 2 ليفلز. ده الليفل الاول ان شاء الله انا اللي هديه اللي هو التصميم، وبعد كده التطوير هيبقى ليفل 2 هيديه ان شاء الله المهندس احمد. طيب جيس 369 يعني لو تقدر تبعتها لي على الموقع على الايميل بتاعي، علشان خاطر انا مش هقدر اشوفها دلوقتي، يعني مش هيبقى الوقت سامحني عشان الاسئله. جافا سكريبت ان شاء الله باذن الله دي برضه هتتاخد في ليفل 2. ليفل 2 ان شاء الله بعد ما هنخلص الليفل الاول، لان احنا عدد الساعات بالنسبه لنا هنا هيكون 90 ساعه على المستوى الاول، ولغايه دلوقتي احنا الحمد لله 8 ساعات، يعني لسه فاضل لنا 82 ساعة. تمام، لو ما حدش عنده اسئلة يا جماعة بالله عليكم يعني اطلب منكم الخروج من الشاتنج علشان خاطر يتيح الفرصة للي عنده اسئلة. في امتحانات ممكن يبقى في امتحانات، لان انا لسه برضو مش قادر يعني ايه مش هحط التست دلوقتي على ال HTML، ممكن نخلي التست ده على الدريم ويفر وعلى الفلاش، وفي النهاية خالص هيبقى فيه الفاينل بروجكت، فده اللي ممكن احط عليهم التست. ليه مفيش صوت؟ ده دي ممكن مشكلة تكون عندك جيست 411، لان احنا اساسا بقية الناس ان شاء الله سمع الصوت، ممكن تكون بس في عندك مشكلة بالنسبة لظبطة الصوت او الساوند بالنسبة لك، بقى في حاجة تظبط في كارت الصوت. جيست 90، لا معلش، لو ايه تقصد ايه ديفولت و HTML؟ يعني قصدك ان الصفحة تقصد ان بداية الصفحة بتاعتي لازم الديفولت يكون HTML home dot HTML. ال HTML بالنسبة لجست 279 يا الله بعد 4 مرات، يعني ال4 مرات جايين. لو في مشكلة بتقف في المحاضرة ممكن يا جماعة تبعتولي على الميل جست 389. اتفضل يا شادي، لو ايه المشكلة ايه السؤال اللي عايز تسأله؟ طبعا ممكن تبعتي على الايميل، مفيش اي مشكلة خالص يا جماعة، ابعتولي على الايميل انا على طول برد اول باول على اي حد بيبعتلي. اللي بعد ال HTML جست 297 هيبقى الفوتوشوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي هتدخل على الموقع اللي انت استخدمته باستخدام www؟ لا دي نقطة سابقة شوية الاوان، هاصبر علينا، دي هتبقى في الدريم ويفر هنقولها. المحاضرة الاولى مش بتكتمل، معرفش بقى دي مش مشكلتي انا، ممكن تسأل بقى اللي هم القائمين على الموضوع دوت. مشكلة في المحاضرة الأولى برضو بقول لكم تسألوا فيها الفنيين برضو القايمين بالموضوع دوت. المحاضرات الجاية إن شاء الله بإذن الله هتبقى يعني التلات والخميس، احنا حد وتلات وخميس من الساعة 8 للساعة 10، هو بس بيبقى فيه فاصل صغير ساعة صلاة العشاء على حسب التوقيت القاهرة. ايه عايزه تفتحي قايمه فرعيه من قايمه رئيسيه؟ فهمتك. لا بس دي معلش خليها برضو على الدريم ويفر، لان هنا في ال HTML هدوخك عشان تقعدي تكتبيها وممكن تتلخبطي فيها، فالافضل خليها على ال HTML. بس اف لو انت عايزاها ممكن تبعتي لي بس بالسؤال عشان خاطر على الميل بتاعي، على اساس ان انا ممكن ادي لك الكود بتاعها بيتكتب ازاي. يوم الثلاثاء ان شاء الله هنكمل في ال HTML، المره الجايه هنخش على حاجه اسمها الفورمز، اللي هي الفورمز اللي هي زي الحاجه اللي احنا بنكتبها على او يا محمد. لا مش زي النهارده، يعني النهارده بس هي اللي فيها اللخبطه ديت.
يعني التداخل ده مش هيحصل في الجزء بتاع الفورمز، لا الفورمز هتبقى الموضوع اسهل. تقصد ايه؟ معلش، ايوه نستد، نستد نستد يعني متداخله، ما هي نستد يعني تداخل. نستد بالنسبه لقصدك القائمه الفرعيه والقائمه الرئيسيه، ولا تقصد نستد بالنسبه ل بالنسبه للفورمز؟ بالنسبه للقوائم طبعا بتبقى نستد، بس هو طبعا انت ممكن بالنسبه لك برضو انت عايز، انت مهتم بالموضوع ده برضو زي ساره، ماشي لو انت مهتم برضو ابعت لي، عشان ممكن ابعت لك انا ازاي بتتكتب القايمه ديت، او ممكن تكون انت عارف ازاي بتعملها، دي موضوع تاني. غادة مش عارف انت تقصدي ايه بهوم دوت اتش ام ال، هو اللي يكون مخزنها عندي، او لازم تكون الصفحة موجودة عندك؟ طبعا لازم تكون الصفحة موجودة عندك اساسا، عشان خاطر لما تتك عليها اللينك تفتح اللينك عليها. بنفس كيفية جدول جوه جدول. بنفس كيفية جدول جوه جدول، على فروقات بسيطة بس هي بالظبط زيها، نفس فكرتها يا محمد. number of hours for both levels you see. انا ما اعرفش الليفل 2 هيبقى، بالنسبه لليفل 1 انا عارف لان ده اللي بشتغل عليه هو 90 ساعه، لكن ليفل 2 انا ما اعرفش هيبقى كام ساعه. دي ممكن تسال فيها في الاداره، يعني في الموقع، اداره الموقع ممكن تفيدك بالموضوع دوت. بالنسبه لفين الصوت 411، انا يعني يعني هيبقى بالظبط كده، لو هي 200 يبقى صح 110 ليفل 2 مظبوط. محاضرات الفوتوشوب ان شاء الله باذن الله بعد نهايه محاضرات ال HTML، تلات خميس، حد تلات، يبقى هي الخميس مش اللي جاي، اللي بعده هتبتدي الفوتوشوب ان شاء الله، وهي هتبقى 8 ساعات، احنا خدنا 8 ساعات وفاضل 8 ساعات. طيب جست 26 مفيش صوت. ايه خريج علوم، ايه المشكلة؟ طيب جست 396. لا ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل بالنسبة لموضوع الفوتوشوب ده، هنعرف نتعامل معاه في موضوع الشيرنج. المحاضرة متسجلة ان شاء الله، هتكون متسجلة يعني بالجزئين يعني. هو محمد اساسا علوم وحاسب آلي، جامعة ايه؟ معلش ممكن اكون بسأل سؤال خارج الموضوع، بس منصورة يعني انسان. حبايبنا اهل المنصورة طبعا. اكتر جزء هيكون في 90 ساعة، جست 297، هو هيكون الجزء الخاص بالدريم ويفر والفلاش. بالنسبة للخريج جست 396 خريج زراعة، تنفع؟ تنفع طبعا، بس يا ريت يا جماعة خلينا، معلش انا اسف، انا كمان طلعت من الموضوع، خلينا احسن ماشيين جوه الموضوع. which program which user as a vector، هيبقى الفلاش هو اللي هنستخدمه كفيكتور. الداتابيز المستخدمه في المواقع مش شرط بتكون ماي سيكوال، ممكن تبقى ماي سيكوال او اس كيو ال سيرفر او اوراكل، طبعا كل الحاجات دي ممكن تستخدم كداتابيز، بس طبعا هو بيبقى الافضل
لو نشتغل ب ماي سيكوال على اساس انها فري اساسا، هي اوبن سورس كمان بتاعتها. لا احنا مش هناخد اسب دوت نت، هنستخدم بدلها البي اتش بي. ال W3 schools اعتقد ان هو هيفيدك اكتر لان هو عملي اكتر بالنسبة لشادي. كتب I don't think ان الكتب هتكون مفيدة، لان هي برضو الكتب هتقعد تتشعب فيها كتير. اللغة اللي تستخدم مع الداتابيز هي اساسا ماي سيكوال، دايما بتبقى معاها ال PHP، يعني هي الكومباينيشن بينهم بعض، ودايما ال SQL سيرفر مع الاسب دوت نت. الاوراكل ممكن تنفع مع الاثنين، ما فيش مشكلة، بس هي دايما بتبقى ماي سيكوال و PHP مع بعض اكتر، و سيكوال و اسب دوت نت او سيكوال سيرفر اللي هي تبع مايكروسوفت و اسب دوت نت هم برضو بيبقوا فاميليار مع بعض اكتر. بالنسبة للقاعة اللي احنا فيها ديت، هي اساسا اللغة المستخدمة بتبقى الجافا، لان دايما اي حاجة بتبقى including فيها الشاتنج بتستخدم فيها الجافا، لان هي بتعتبر powerful اكتر من بقية اللغات التانية. لا لسه ال HTML فاضل 4 مرات عليها. يا الاسب يا ال PHP، مش شرط الاتنين، مش لازم تاخد الاثنين يا شهاب. المحاضرة تكون 3 ساعات، والله لو نفع الموضوع ده ممكن نعمل عليها فوتينج شوف يعني، بس دي اساسا الافضل 2 ساعة، لان ممكن لو خليناها 3 ساعات ممكن انتوا تبقى تتعب اكتر يعني. انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة، يعني مشكلة مفيش 3 ساعات، بس ممكن نعمل عليها فوتينج ديت. لا والله يعني بالنسبة للماي سيكول هيبقى ده اساسا اكيد ليفل 2، هيشرح ان شاء الله باذن الله مهندس احمد في المستوى التاني. ماشي، نعمل فوتنج على الموضوع دوت، بس هو اساسا دلوقتي العدد صغير، فاحنا خلينا ممكن في المرة الجاية نبقى عاملين الفوتنج دوت بحيث ان احنا نبقى كل الاعداد كل الناس موجودة، بس انا اعتقد ان الثلاثة هتكون كتير فعلا، مش كل الناس هتستحملها يعني. المستوى الثاني بعد الاول مباشرة. المواضيع المتبقية في ال HTML هي موضوعين كبار مهمين جدا، هما الفورمز والفريمز، دول اللي هما اهم موضوعين بالنسبة لنا اللي فاضلين خلاص، انما الباقي كله هتبقى عبارة عن حاجات فرعية بتغذي الموضوع نفسه، لكن هو اساسا هما موضوعين بالظبط الفاضلين. هو ممكن الفورمز يعني او الفريمز عامة ممكن تاخد هي من مرة لمرتين، والفورمز مرة. المواضيع اللي خدناها لغاية دلوقتي، طيب ماشي، ممكن اكتب دلوقتي على الوايت بورد ايه المواضيع اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي. CSS ان شاء الله هناخد CSS. دي تعتبر المواضيع اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي في ال HTML.
هناخد قاعدة بيانات فايدتها دي فايدة كبيرة جدا. اساسا مفيش في الدنيا اي موقع الا ولازم يكون له داتابيس، بالنسبة للداتابيس هتتاخد ليفل 2. اللي انا بكتبه دوت الاوتلاين، الحاجات اللي خدناها في ال HTML لغاية اللحظة بتاعت النهاردة، تمام. وهيبقى فاضل بس عليه اضافتين اللي هي الفريمز، الفورمز والفريمز، تمام. فورمز وفي الاخر اللي هي فريمز، تمام. دي ان شاء الله باذن الله احنا فاضل لنا عنوانين، العنوان السادس اللي هو الفورمز والعنوان السابع اللي هو الفريمز. طيب يا جماعة، الله وبركاته، ونشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله. طبعا لو في اي حاجة يبقى ابعتولي. يا جماعة على الايميل بتاعي، وده موجود عندكم على الوايت بورد اللي هو monzer.corayem@gmail.com، تمام. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.